أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين في أداء المؤشرات بضغوط من مبيعات المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء. ربح رأس المال السوقي نحو 1,200,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 713,600,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11,301 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 1,950 نقطة. ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 48% ليغلق عند مستوى 2,934 نقطة.